ستة عشرة ساعة بستة ونص ساحة الحمزة قرب قطاع صفر ساحة مهران قطاع صفر هذول جماعة الخرساني جماعة علي الجزائري وحامد الجزائري هذول من تبعات إيران هذول قدرين يعني مو عراق الدين لا 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 هذا العراقي الشريف ما يضرب هذول إيرانيين سوانة كفرة هذول يريدون ينزلون الشيعة وهم يصعدون بروسنة وين كانت عندهم جكسارات هسه صعدوا جكسارات وتبريد وأكل ونوم ها وشرب ومرم وفلوس كلها براسك وبراسي هاي إيران إيران ودت قوة عسكرية أمريكي ما يسوي ولا سني يسوي ولا شيعي يسوي بس هاي إيران جماعة فارق أنا أقول لك سؤال إحنا طالعين دواعش إحنا مو دواعش إحنا إخوان طلعنا من الجوع إحنا طلعنا من الجوع إحنا فقرة إحنا نولد هذا البلد